هنروح مع حضراتكم للعلمين ونشوف آخر أخبار المهرجان إيه مع زميلي مصطفى سعد. إليك يا مصطفى. زميلنا محمد سعد من مدينة العلمين ونعرف فعاليات اليوم. يا بختك يا محمد، صباح الخير، اتفضل. صباح الخير يا هبه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. يمكن حقيقي يعني لا لا حقك تقولي يا بختي، طبعا المنظر الرائع اللي احنا شايفينه ده يعني حقك بصراحه، منظر رائع والاجواء الجميله في مدينه العالمين. الاجواء يعني يمكن قبل اي حاجه الاجواء رائعه يا هبه، طاقه ايجابيه في كل مكان. يعني مدينه العالمين الجديده فعلا هي المدينه الساحره، واللي طبعا بتشهد انطلاق مهرجان العالمين، العالم عالمين، الحدث الترفيهي والحدث الفني والحدث الرياضي الأكبر في الشرق الأوسط، وهيقدم خلال موسم الصيف حتى 26 أغسطس. يمكن يا هبة بداية الفعاليات كانت بالأمس من خلال مباريات التيك بول، وطبعا ده عبارة عن مباريات كبيرة جمعت عدد كبير من النجمات العالميات في لعبة التيك بول. وطبعا اللعب ده كان والمباراة كانت موجودة في منطقة النورث سكوير. النهاردة بقى أبرز الفعاليات لمهرجان العالم عالمين ومهرجان العالمين، طبعا تحدي الجيل الذهبي. التحدي ده هيكون طبعا عبارة عن يعني أقدم اللاعبين أو الجيل الذهبي من اللاعبين اللي احنا كلنا حبيناهم، أبرزهم كابتن عماد متعب، كابتن وليد سليمان، كابتن محمد فضل، كابتن عصام الحضري، يعني عدد كبير من النجوم اللي احنا كلنا حبيناهم. النهارده طبعا المباراه هتكون في الملعب اللي انا متواجد دلوقتي قدامه، الملعب ده المنطقه اللي احنا متواجدين فيها دي طبعا اسمها منطقه نورث سكوير. محمد انت سامعني مش كده؟ عدد كبير من فعاليات التيك بول دي طبعاً. يعني شكل الترابيزه كده في حد ذاته اصلا يوحي بالصعوبه بتاعه اللعبه، احنا لسه شايفينها معاك دلوقتي. ده حقيقي. دي طبعا لعبة التيك بول، دي طبعا لعبة وفيها طبعا ناس متخصصين. الناس اللي كانوا بيلعبوا امبارح دي طبعا ناس عالميين متخصصين في اللعبة دي، وكانوا بالمناسبة احنا لما اتكلمنا معاهم يعني كانوا سعداء جدا بتواجدهم في مدينة العالمين. عدد كبير كمان يعني غير اللعيبة كمان عدد كبير من الجنسيات الأخرى متواجدة في مدينة العالمين يا هبة. أنا مجرد وصولي هنا اتكلمت مع عدد من الجنسيات يا هبة على المكان، رأيكم إيه في المكان ورأيكم في المهرجان. الكل متحمس بشكل كبير جدا لمهرجان العالمين. احد الجنسيات واحد الاشقاء من السعوديه يمكن قال انا سعيد وفخور جدا في مكان في بلد زي ديت موجوده في مصر، وانا حاسس ان انا قاعد في اجواء اوروبيه، بس طبعا هي في بلد عربيه. فطبعا الكل متحمس جدا، واللي سبب التحمس ده مدينه العالمين الجديده والبنيه التحتيه والشكل الرائع والطاقه الايجابيه. ده غير طبعا مهرجان العالمين، طبعا الحفلات اللي فيه وطبعا كل الفعاليات اللي فيه يعني جذبت عدد كبير جدا جدا من الزائرين لمدينه العالمين. كمان هنتكلم على النهارده زي ما قلت لك يمكن من ابرز الفعاليات تحدي الجيل الذهبي. طبعا المباراه من اعتقد ممكن تبتدي النهارده من الساعه 8 لحد الساعه 10. كمان في لعبه كمان النهارده برضو التيك بول هيتلعب من الساعه 4 لحد الساعه 7 مساء. اما بقى لو هنتكلم يا هبه عن جميع الفعاليات، لو مثلا الفعاليات الرياضيه من الكره الشاطئيه 40 لاعب محلي وعالمي هيلعبوا في خلال الكره الشاطئيه، ده غير طبعا
سباق ترايثلون. السباق ده عباره عن ثلاث رياضات يا هبه. الرياضه الاولى هي السباحه، الرياضه الثانيه هي ركوب الدراجات، الرياضه الثالثه هو هي طبعا الجري. كمان بطوله البادل، عندنا كمان عروض للطائرات الار سي، عندنا سباق السيارات، عندنا سباق الجيت سكي، عندنا سكاي دايفنج، عندنا كمان البطوله العالميه للجودو. يعني عدد كبير جدا من الفعاليات هتكون متواجده وموجوده في مهرجان العالمين العالم عالمين. خليني كمان اكلمك على الشركات العالميه المشاركه في تنظيم المهرجان ده، عدد كبير جدا من الشركات والمتخصصين في اقامه الحفلات الغنائيه واقامه وتنظيم المهرجانات العالميه ايضا كمان. وده المهم يا محمد، انه يبقى في تضافر لكل الجهود عشان نخرج بالفعاليات دي على اكمل وجه، زي ما احنا بنقول كده، وجه يليق بمصرنا الغاليه، ان احنا يبقى عندنا مثل هذا المهرجان بيتعمل على ارضنا بالشكل ان احنا نفخر بيه بالفعل. طالما مهرجان يبقى حفلات، قول لي اخبار الحفلات ايه وعايز اعرف كواليسها منك سريعا. طبعا بسرعه جدا. يمكن خلينا نتكلم الاول في الفعاليات، مش رياضه بس، لا الفعاليات في حاجات ترفيهيه وفنيه وغنائيه. نتكلم كمان على عروض الازياء للمصمم العالمي، المصمم العالمي مايكل سينكو، ده طبعا مصمم عالمي في عروض الازياء. بعد كده في حفلات غنائيه خلال موسم الصيف، بدايه مثلا من الموسيقار العالمي المسخر العالمي عمر خيرت. حفله طبعا، حفله كمان للفنانه الجميله والمتالقه دايما الفنانه اليسا، الفنانه حفله كمان للفنانه نانس عجرم، حفل للفنان تامر حسني، يعني حفل كمان للفنان راغب علامه. حفلات كتير جدا هتكون متواجده خلال الايام القادمه طبعا لمهرجان العالمين العالم. يعني خليني اختم معاك كده ان العالمين هتزهو بكل هذه الفعاليات. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز محمد سعد من العالمين، ويعني انا بشكرك على التقرير الوافي ده.